السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي خير وفي صحة وفي سلامة وفي سعادة. قبل ما نيجي نشوف هنعمل ايه النهاردة، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى الجو حر وكده، عايزين كده زي ما انتم شايفين، قلنا نعمل شوية عصير كده طاقة وفريش وحاجة كده جميلة وجايبة من الآخر. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم وهتدعولي بإذن الله. العصير عبارة عن كانتالوب، كنت جايبة كانتالوب، لقيت واحدة طرية كده، فطبعا ايه الطرية دي مش هتتاكل اوش، تمام، فخرطناها، بس هي حلوة يعني مش بايظة ولا حاجة عشان نعملها عصير، تمام. وكمان بقى لو كان في عود نعناع، ياه، بس للأسف لا يوجد. هنخرط الكانتالوب معاكم زي ما انتوا شايفين كده، قشرناها، تحس ان هي ايه طرية ودبلانة. كانتالوب في الخلاط مع اللبن، عندي شوية لبن نيدو زي ما تقولوا ايه، لميت الحاجات اللي في التلاجة عندي كده، واعمل كوباية عصير فريش. دي بص كده بتخليكي حلوة كده وتدي طاقة وانتعاش وحاجة كده من الاخر، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ومعانا قوالب تلج، يبقى معانا الكانتالوب والسكر على حسب الرغبة، تمام، على قد الكانتالوب بتاعك، نص كوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده، حبة لبن نيدو عندي في التلاجة في الكيس كده، حبة صغيرين مش مستاهلين، حلو، حبة صغيرين مش مستاهلين، كوباية مية، وهنضرب ده كله كده في الخلاط، وهرجع لكم تاني ووريكم احلى واجمل كوبايه كانتالوب باللبن، فريش وجميله وفكره حلوه. كانتالوب باللبن حلو قوي قوي قوي، جربوه وعلى ضمانتي. وهرجع لكم اخلطه في الخلاط بقى عشان الصوت، وارجع لكم تاني. ودلوقتي خلصنا العصير بتاعنا، بصوا شكله عامل ازاي، فريش طبعا، شكله كده جميل، الخضار بتاعه مفيش بعد كده. لو في بقى ايس كريم بقى كان هيبقى واو. الكوبايه بتاعتي ويتقدم بنفس الطريقه، حط التلج وشيل الموه، ما بيتصفاش يا جماعه، بصوا عشان كده جبت لكم من الخلاط على طول، بصوا المنظر. اتفضلوا احلى كوباية عصير كانتالوب فريش، بصوا الجمال. قلتلكوا بقى لو في عود نعناع هيبقى احلى واحلى. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهاردة بالمشروب الفريش دوت في الحر اللي احنا فيه دوت، حاجة كده فاخر من الاخر. الكانتالوب الجميل، العسل اللي من دول متوفر معانا، خدوا بالكم وانتوا بتحطوا السكر عشان الكانتالوب مسكر قوي، على حسب الكانتالوب، لو مش مسكر يبقى حط له سكر كتير. يا رب تكونوا استفدتوا معانا بالفيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع احلى عصير فريش من لولو الهلوبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله.